Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dhalika biannahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaumihim ka'annahum khushubun musannadah. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.